مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي من جديد. في فيديو اليوم الموضوع هو عبارة عن سؤال سألني كتير وعملت عليه، يعني جمعت افكاري وبدي اعمل عليه فيديو مش طويل، يعني راح نشوف قد ايه راح ياخذ الوقت. بس هو سؤال انه زواج المرأة من شخص اصغر، بيصغرها بالسن بكتير، ما بنحكي عن اصغر منها بكم من سنة، لا، في فرق في السن كبير، يعني مثلا هي تكون في الخمسينات او الستينات وهو يكون في العشرينات او الثلاثينات، يعني مبين فرق السن كبير بينهم. هلا في الموضوع هذا يا بنات انا رح احكي لكم رايي الشخصي انا، وانتم في التعليقات كل وحده تقول رايها، يعني هيك بنتشارك الاراء. انا كثير على الموضوع هذا، انه هل تقبلي انك تتجوزي من شخص اصغر منك بكثير؟ اعجبني كثير رد ريم البارودي، كانت في لقاء في تسألها المذيعة هالسؤال هذا، فردت عليها ريم البارودي وقالت لها بقبل إذا كان أغنى مني، ماديا أغنى مني. فهي لخصت الموضوع كله أنه الشباب الصغار اللي بيغوا الستات الكبار وبقنعوهم أنهم يتزوجوهم، هم يعني طبعا بينصبوا عليهم، بيضحكوا عليهم، هم هدفهم الفلوس مش الست اللي كبرت في السن وخلص، يعني قد امه قد سته، مش هذا الهدف، هو الهدف الفلوس وبس. انا بعرف يا بنات انه في معظم المواضيع اللي بنحكيها مش حلو انه نعمم، بس انا في الموضوع هذا انا شايفة انه التعميم هو الاشي الصح عن جد، لأنه مش قادرة ألاقي سبب واحد لشاب صغير في السن في مقتبل العمر إنه يعجب بوحدة أكبر منه في السن بكتير وست كبيرة في السن وبين عليها إنها متقدمة في السن ويوقع في حبها. في هلأ قصة قريتها على الفيسبوك إنه شاب عربي من دولة عربية راح على فرنسا، وكان هو ساكن عند وحدة ست هي في الثمانينات وبين عليها مكرمشة، يعني في الثمانينات، وبين لها وهي سيدة ثرية جدا، مبين لها انه يعني وقع في غرامها وبحبها وبكتب لها شعر واشياء وهذا، فهي فهمت وتزوجته، لكن الصدمة له كانت انه كتبت ثروتها كلها للكلبة تبعتها، يعني اللي هم الاماكن اللي بترعى الحيوانات والملاجئ والشيلترز تبعون الحيوانات، فهي اعطته يعني كف على وجهه انه انا فاهمه وانبسطت معك وخدمت عليه وبيوديها وبيجيبها وبيعملها، ويعني بحسسها كانها وحده قده في العمر في العشرينات، واعطته يعني الم مظبوط على وجهه انه ما طال منها ولا فلس. يعني أنا القاعدة اللي بدي أعممها في الموضوع هذا إنه معظم الشباب اللي بيحاولوا يقنعوا الستات الكبار في السن، والستات الكبار في السن هدول بيكونوا طعم سهل، يعني هم معظم اللقاءات بتكون على السوشيال ميديا، وبتكون الست هي يا أما أرملة يا أما مطلقة يا أما وحيدة ما تزوجت بالمرة وعدى قطار الزواج وصارت في الخمسينات والستينات والسبعينات من العمر، وهم بيكونوا عارفين انه الستات اللي على مواقع التواصل الاجتماعي هم يمكن بيكونوا ماديا مرتاحين لكن في فراغ كبير في حياتهم، فهم بيجوا يسدوا هذا الفراغ. انا القاعدة اللي بدي اعممها انه 99.9% من الشباب هدول هم نصابين محتالين، بيغشوا الوحدة، بيكذبوا عليها، بيطيحوها في شباكهم عشان الهدف انه هو يعني اهم اشي عنده انه بده يأمن مستقبله. شايفين انتو كلكم كيف ظروف الحياة هلأ، الوضع المادي لمعظم الناس سيبيكو عاد من الشباب اللي هم أصعب عليهم بكتير لأنهم لسه بادين بدهم يبنوا مستقبلهم، فكل إشي صعب، الوظائف ما بتجيب معاشات زي الناس، فطبعا قدرته على أنه يتزوج واحدة بنت صغيرة وبدها مهر وبدها تجهيز بيت وبدها كل الطلبات هاي والعرس وكله، هذا إشي هو ما بقدر يحققه، فهو ماخذ الست الكبيرة هاي اللي عندها الفلوس ووارثة من زوجها
أو هي عندها بزنس وعندها يعني وضعها المادي بيكون مرتاح جدا، هو ماخذها بس سلمة يطلع عليها ويروح يحقق أهدافه ومستقبله مع بنت صغيرة قده في السن، بس هي هاي يعني زي كأنه طلع برا اتغرب واشتغل ورجع بفلوس هالقد وهلأ بده يبدأ يعيش حياته. فأنا عتبي على الستات والشباب هدول، المفروض إنهم يكونوا مكشوفين للكل. يعني أنا ما بفهم كيف وحدة ست كبيرة بينضحك عليها إلا إذا هي راضية إنه ينضحك عليها، وهي كمان هدفها هي عارفة إيش هو هدفه من الزواج، وهي كمان يكون هدفها من الزواج إنها بدها تنبسط إلها كم من سنة وتعيش وتجدد هيك شبابها وتعيش حياة كأنها صبية صغيرة، وتكون يعني هي مستفيدة وهو يستفيد، ما في مشكلة. هلأ المشكلة في إنها ترضى بالوضع هذا وهي عارفة إنه الشخص هذا داخل عليها ونصاب وعارفة إنه بيضحك عليها، هو إنه تكون يعني بدها هي كمان تستفيد منه شوي، لكن المشكلة إذا ما قدرت تخلص منه وإنه فعلا يخسرها كل إشي ويضحك عليها ويسحب السجادة من تحت إجريها، وهي في كبرها توقع يعني حتى أولادها تخسرهم وتخسر كل الناس اللي حواليها، لأنه الكل رح ينظر إلها نظرة مش كتير مرتبة لأنها قبلت إنها تحط نفسها في موقع مثل هذا، إنه تقبل إنها تتجوز ولد صغير من جيل أولادها ويضحك عليها ويبيعها اللي قدامها واللي وراها ويخليها كمان يذلها، ويخليها ممكن تطلع هي في السن الكبير هذا تشتغل وتجيب له فلوس وهو قاعد بعمل لك اللي بدك اياه بعيشك الحياة بس هو مرتاح على ظهرها. فأنا عتبي على السيدات مش الشباب الصغار هدول، لأنه المفروض بعد القصص اللي سمعناها هاي كلها وكل البرامج بيجيبوا قضايا نصب، في واحدة عندنا هون في أمريكا عمرها في السبعينات هي وحلوة يعني مرتبة عن جد ثرية جدا، اتعرفت على واحد في أفريقيا وعمره 25 سنة وهي عمرها في السبعينات، مش متذكرة كم، 70، اتعرفت عليه وكان بيقولها انه انا في فرق توقيت بين أمريكا وما بعرف أي نيجيريا أو غانا أو كينيا أو واحدة من البلدان هدول، في فرق في التوقيت بينهم، بيقولها أنا بضلني صاحي عشان ما بقدر أقوم من النوم وأفتح عيوني غير أشوفك على التليفون وأسمع صوتك ويعني أتصبح بوجهك، وإلا يومي ما بيبدأ يعني. فهو مع فرق الوقت هو كأنه بين لها أنه بضل صاحي 24 ساعة عشان يشوفها وصبح عليها وهو صاحي طول الليل وبيروح على شغله متواصل 24 ساعة في 24 ساعة. فهي النصبة كانت مبينة، بيقولك كيف عرفت أنها كذبة، بيقولك من طولها ومن عرضها يعني. فهي لا، هي كانت ساذجة وعبدها شوي شوي، أنا دخلت في مشروع والنصب علي وبدي 5000 دولار أنا بدي. فالمهم لما عرفت أنه نصاب وراحت للشرطة الدولية هاي الانتربول وكانت يعني فرجتهم الحوالات، استنوا اسمعوا الرقم هذا، حولت له على مدار السنة الوحدة اللي تعرفوا فيها على بعض مبلغ 120,000 دولار، 5,000 في 10,000 في 8,000 في كل شهر، هي صارت خلص هي أدمنت عليه وهو أدمن على الفلوس، وعرفت إنه نصاب لأنه اختفى بطل مبين، فعلى الكمبيوتر تبعها بدها الانتربول يتوصل إله ويرجعوا لها فلوسها، يمكن يقدروا يمكن ما يقدروا، ما تابعت القصة إيش صار فيها، بس أنا بحزن على السيدات الكبار في السن. أنا ممكن أفهم إذا كان عندها خرف، ممكن أفهم إذا كانت، بس حتى إذا وصلت لها المرحلة هاي إذا كان عندها الأولاد يعني مفروض إنهم يحموها أولادها وحطوا عليها زي مش هو مش حجر بس هم اللي يكونوا المسؤولين عن إدارة مالها، لكن إذا كانت صاحية وواعية وبكامل قواها العقلية ليش الوحدة بدها تتجوز واحد قد أولادها؟
انا ما بحكي انه عيب وعشان البرستيج تبعها ومكانتها وشكلها قدام المجتمع، انا بحكي عشان احترامها هي لنفسها. انا اخر همي الناس وايش بدهم يحكوا الناس عنها، هي نفسها كيف تحط نفسها في موقف مثل هذا، ومش احترام الناس لها، هي احترامها لنفسها كيف تحط نفسها في موقف، هي تطلع في نفسها في المراية وتقول يعني معقول هالشاب هذا الموجود عندي في البيت هذا يعني شايف اشي انا مش شايفة على المراية؟ لانك على المراية راح تشوفي التجاعيد، راح تشوفي شكلك، راح تشوفي كيف انه بالعقل وبالمنطق لا يمكن يكون غير عن هيك. فهو بالمنطق it doesn't add up، يعني زي ما بقول الامريكان، معلش انا هاي مصطلحات لانه مش قاعدة بفكر وعشان أترجم، يعني ما بي واحد زائد واحد بيساوي اثنين واضحة، فبالمنطق ما الحسبة مش مزبوطة. يعني كيف واحد صغير معجب في واحدة ختيارة، أنا الزواج من شخص أصغر بالسن بكتير، أنا بالنسبة إلي أنا قلت لكم رأيي في الزواج من الأول إنه أنا رافضة الزواج تماما، لكن الرد على السؤال تبعكم، وجهة نظري أنا في زواج السيدات الكبار من شباب صغار مرفوض، قاعدة عامة هم داخلين على طمع. ليش بدك تحطي نفسك في الموقف هذا؟ وليش بدك تكوني مسخرة؟ ليش بدك تقللي من قيمتك ومستواك بعد السن هذا كله؟ مش ساوية، عن جد مش ساوية. خلي فلوسك إلك، خلي ثروتك معك، انت ابسطي حالك بنفسك، لا تستني حدا يبسطك ويحسسك بالنشاط والشباب والحيوية. انت العبي رياضة، انت اعملي كل الاشياء اللي انت بتحبيها وبتخليكي عن جد حاسة بالشباب وحاسة ان عندك صحة حلوة. مش شرط بدك حدا شاب يحسسك بشبابك. انا ما بحب حتى الكلام في الموضوع هذا، ما بحبه، بس حبيت اجاوب لكم على السؤال هذا، وعجبني كثير رد ريم البارودي. اذا كان اغنى مني بقبل اتزوجه، لكن هي لانه الموضوع واضح انه بيكونوا داخلين بدهم فلوس الوحدة، ما بدهم الوحدة يعني بنفسها وبكبرها وبختيارتها، لا. فهذا ردي، انا مش عارفه حتى ليش سالتوني هالسؤال هذا، لانه بديهي، انا بشوف انه بديهي، يعني ما بده لا راي ولا تفكير ولا اختلاف حتى على الاراء، لكن كثير عن جد متشوق انه اشوف رايكم في الموضوع هذا. راح انصدم اذا هذا عارضني، بس راح اعرف انه رجال اكيد، لانه الستات لا يمكن وحده فيكم تفكر بطريقه غير عن اللي حكيتها. هذا كان كل شيء عندي لليوم يا بنات. أنا حنان ثابت، بتمنى لكم دائما وأبدا أحلى وأمتع الأوقات.